بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، سنبدأ درسنا اليوم، سنبدأه بعد لحظات. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا اليوم أيها الإخوة الأعزاء في سلطنة العرب، موضوع كبير وطويل وعريض حول التجهيز الطبيعي السليم للطيور، وخصوصا عند الحسون. اليوم بإذن الله يعني سنرى كيف للمربي أو المولوع أن يخطو بتبات نحو تجهيز محترف وطبيعي للحسون. وقبل الاسترسال، أثير انتباهكم أيها الأحبة إلى نقطة سأتطرق لها في آخر الدرس، وهي غاية في الأهمية. درسنا اليوم يعني يبدأ من نهاية فترة النقاهة أو فترة التطهير، وهي كون الحسون قد عودته خلال فترة النقاهة على خلطات الباطي أو خلطات الخضروات مرتان بالأسبوع، وأنت الآن في آخر أسبوع للتطهير تقريبا، وهو تطهير طيور من النقطة السوداء بواسطة الطيلان أو الطيلوزون أو غيره. من الآن يعني أول ما يجب التركيز عليه وهو كالتالي، أضعه في نقط. أولا الخلطات الطبيعية، وسأضع لكم يعني في آخر الدرس مثال عن واحدة من هذه الخلطات. ثانيا بذور الشوك مفرومة على الدوام في معلف لطيورك، وهذه من الأساسيات. ثم الخضروات والأعشاب الطبيعية، وهذه النقاط يجب التعامل معها باحترافية، فالحسون في البرية لا يأخذ منتجات يعني الشركات العالمية للأدوية أو الفيتامينات. وعندما أتكلم عن الشركات العالمية للأدوية والفيتامينات فإنني لا أختلف مع من يؤمن بالمدرسة الحديثة، فقط نتكلم الآن عن المدرسة الطبيعية. لكي تصل أخي المربي للاحترافية، يعني الاحترافية الطبيعية في تجهيز حساسينك أو طيورك، فالأمر سهل جدا. ذكرنا أن هناك يعني ثلاث نقاط الخلطات، يعني خلطات وهي طبيعية 100%، يعني بذور الشوك قلنا أنها تبقى بشكل دائم، المفرومة تبقى بشكل دائم في معلف، ثم الخضروات والأعشاب إلى غير ذلك. هنا يعني بيت القصيد هو هذه الخضروات وهذه الخلطات كيف يجب أن أتعامل معها مع طيوري يعني بدقة. وهنا سأضع لك يعني مجموعة من الأمور سأضعها، وأنت لك يعني الاختيار في اختيار ترتيب ملائم لك. إنما هناك بعض الأمور ضرورية التي سأشير إليها يجب أن تلتزم بها التزاما شديدا. فمثلا وبادئ البدء، نبدأ بالبذور المستنبتة. يعني هنا يعني كل واحد وطيوره، يعني كيف عودت طيورك مثلا إذا كانت يعني منذ سنوات وأنت تنتج بها، أو منذ سنتين إلى غير ذلك. فالبذور المستنبتة يعني هناك من سيبدأ بتقديمها مرة بالأسبوع، وهناك من سيقدمها مرتان إلى ثلاث مرات بالأسبوع. وسنشير يعني للبذور المستنبتة يعني أقل مدة يمكن أن تستعملها لطيورك قبل يعني دخول النباتات يعني كاملة ببذورها إلى غير ذلك، وهي من أسبوعين على الأقل إلى ثلاثة أسابيع أو أربعة أسابيع. يعني بعد البذور المستنبتة يعني تأتي نباتات أخرى، منها نبتة الحريق مثلا، يعني يمكنك إعطاؤها مرة إلى ثلاث مرات بالأسبوع، البروكلي مرة على الأقل، الهندباء البرية مرة أو ثلاث أو أربع. يعني كلما أتيحت لك الفرصة في هذه النباتات قدمها ولا تخف عن طيورك، يعني فهي تفيد ولا تضر. والحسون كما نعلم يعني لديه مقادير معينة في غذائه يوميا، يعني بين 3.5 غرام إلى 4.5، على الأكثر 5 غرامات.
يعني هنا لن تخاف على الطيور بتاتا من النباتات، وخصوصا هذه النباتات التي يتغذى عليها في البر. نمر إلى نبتة القزاز، وهي مهمة جدا، مهمة جدا ولها أهمية قصوى. من بين هذه الأمور، من بينها، يعني لن أشرح الأمر ولكن سأشير إليها، نبتة القزاز لها إيجابيات في تجهيز الحصون، ولها في يعني تبييضه، وخصوصا من النقطة السوداء. نمر إلى السبانخ وفوائدها عديدة على الحصون. ثم نبتة الرجلة كما نقول لها هنا في المغرب، وهي جيدة جدا وغنية بكل المواد التي يحتاجها الحصون. أنصحك أخي المربي أن تتابع تقديمها باستمرار هذه النباتات، يعني كلما أتيحت لك الفرصة قدم نبتة أو نبتتان لطيورك ولا تخف دون تردد. إذا تكلمنا عن السلاكة فالأمر سهل وسهل جدا، يعني تأخذ يعني مجموعة من أغصان هذه الأعشاب، تضعها في يعني كوب من الماء به قليل من السكر، تضع هذه الأعشاب تبقى خضراء ليومين أو ثلاثة أيام وأنت في غنى عن البحث عنها. يعني كلما أتيحت لك الفرصة قدم هذه الأعشاب ولا تتردد في تقديمها، فإنها هي الحل والحل الأوحد في تجهيز الحصون. يعني نتحدث دائما فيما يخص الأعشاب البرية، هنا يعني أنصحكم جميعا باتباع التدرج في نمو البذور المستنبتة. يعني في المرة الأولى يعني تقدم بذور مستنبتة يعني في يومها الأول أو الثاني تقريبا، يعني تلك البذرة أخرجت جزء صغير تقدمه، ثم بعد المرة الأولى يعني تستدرج يعني في تقديم هذه البذور، يعني تقريبا يعني الأجزاء، يعني أجزاء البراعم من صغيرة جدا إلى متوسطة إلى كبيرة، ثم بعدها تأتي النباتات، يعني النباتات كاملة. وفي هذه النقطة يمكن أن أوجهكم إلى إمكانية سهلة بالنسبة للجميع، وهي استنبات هذه البذور يعني في إناء يعني، ثم توضع هذه البذور المستنبتة للطيور بها، يعني بذور مستنبتة بها براعم داخل الأقفاص أو داخل السلاكات، وهي جيدة جدا لهم في التجهيز. يعني وكي نولي أهمية كبيرة بهذه المسألة، فتقديم البذور المستنبتة يعني كما قلت على الأقل أسبوعين إلى ثلاث أسابيع من البذور المستنبتة، وبعدها تسترسل في تقديم نباتات كاملة. وتذكروا جيدا هذا التسلسل، يعني سنصل إليه في درس يعني قادم بحول الله، وهو يعني سيفيدنا كثيرا، يعني درس مفيد للغاية، لأن الحصون في البرية يعني يستدرج من البذور المستنبتة ثم إلى البراعم ثم إلى النباتات ثم إلى النباتات لبذورها إلى غير ذلك، يعني يسترسل عبر مراحل نمو. إذا ما تكلمنا عن الأقفاص، فيعني بعد غسلها ننتظر قليلا حتى يزول الماء، يعني ماء الغسيل من فوق هذه الأعشاب، ثم تقدم يعني الغصن أو غصنان في كل قفص، وهذا لا يفرق في الأمر شيء، فالحسون يأخذ ويأكل ما يريد، يعني ولو تضع له كيلوغراما فلن يأكله، يعني سيأكل من هذه الأعشاب قدر غرام إلى غرام ونصف حسب حاجته، ثم يعود للبذور التي اعتاد عليها. وأصل الآن إلى الخلطات، يعني سأضع لكم يعني إحدى الخلطات الجيدة والممتازة بالنسبة للطيور. يعني المكونات الرئيسية للخلطة، وهناك مكونات إضافية. أولا اللوز، الجوز، أصفر البيض المجفف، الكالسيوم يعني عظم الحبار أو كالسيوم اصطناعي، فهذا يعني
يوازي عظم الحبار، ثم يدهنون بالعسل الحر، يعني بعد دهنه يعني نضيف إما الفستق يعني مطحون دقيق يعني بودرة، أو الكاجو عبارة عن بودرة فوق هذا، يعني فوق هذه الخلطة، ونخلطه جيدا. ويعني بالنسبة للفستق والكاجو يعني نقدمهم يعني بمقادير قليلة يعني لا نكثر منها. إلى هنا يعني تحدثنا عن النباتات يعني والأعشاب البرية، والتي هي من الضروري تقديمها للطيور، ووضعنا إحدى الخلطات، يعني لن نضع جميع الخلطات فهي كثيرة جدا وتتشعب في بعض الأمور. يعني مستقبلا إن شاء الله سنضع لكم يعني خلطتان أو ثلاث خلطات أخريات، المهم نكتفي بهذه الخلطة الآن. وسأثير انتباهكم إلى شيئين يعني يضافان إلى النباتات وإلى الخلطات الطبيعية، وهو التشميس والدوش. كلما سمح لك الطقس بذلك يعني مرة مرتين ثلاث مرات بالأسبوع، يعني لا تتردد، يعني شمس طيورك، قدم لهم ماء الاستحمام، يعني فهو جيد جدا ويساعد في التجهيز، يعني تجهيز طبيعي. بالنسبة للماء، يعني الماء الذي نقدمه لطيوره، قلنا سابقا أنه يجب أن يكون ماء السواقي أو ماء البئر أو ماء القلة، وسنستغل هذه يعني المادة الحيوية بالنسبة للطائر يعني الماء، لنمرر بعض الأمور التي تساعد الطائر في جلب بعض المكونات يعني الكيميائية لجسمه، ومنها التمر، يعني نستعمل ماء التمر هذا واحد، نستعمل ماء حب الرشاد أو ماء حبة البركة. هذا الثلاثي هو الثلاثي الذهبي في تجهيز الحسون. لن أمر مرور الكرام عن الماء بهذه الطريقة، وإنما سأثير الانتباه أيضا إلى استعمال يعني بعض المواد الأخرى في الماء. وهذا عندما نقول استعمال هذه المواد في الماء لا يعني بشكل يومي، أركز عليها، لا يعني بشكل يومي. فمثلا قدمت اليوم ماء الثمر، سأبتعد بيومين أو ثلاثة أيام وأقدم مثلا ماء الجزر والشمندر الأحمر لتحفيز الكبد الطبيعية، هذا واحد. قدمت في المرة المقبلة ماء حب الرشاد، علي في المرة يعني التي بعدها أن أقدم ماء بذور الشوك. في الأسبوع الآخر قدمت مثلا ماء حبة البركة، فيجب أن أستعمل شيئا آخر، فإما محفز للكبد، وإما يعني ماء مثلا اللبن أو ماء الحمص لجلب البكتيريا النافعة للطائر. إذا رجعنا الآن الأمور التي سبق وذكرها، يعني قدمنا الأشياء التي يجب التركيز عليها، مثلا سأعيدها لكي نستخلص الأمور. مثلا اعتمدنا على الخلطات وعلى بذور الشوك مفروم يعني بشكل دائم، والخضروات والأعشاب إلى غير ذلك من تقديمها وكيفية تقديمها والتدرج في تقديمها. ثم وصولا إلى الخلطات، يعني قدمنا هنا خلطة واحدة، هناك من يستعمل خلطات أخرى، شرط يجب أن تكون طبيعية. تكلمنا عن الدوش والتشميس، تكلمنا عن الماء وما يجب أن نمرر داخله. وصلنا الآن إلى المعلومة التي تكلمت عنها في بداية الدرس، والتي قلت لكم أنها مفيدة وغاية في الأهمية بالنسبة للطيور. من أجل طيور سليمة سأحملك أخي المربي المسؤولية الكبيرة والجسيمة، وهي توفير محفز كبد طبيعي على الدوام لطيورك. يعني عندما أقول محفز كبد طبيعي، يعني هنا أتكلم عن المدرسة الطبيعية، ولا أتكلم عن المنتجات الكيميائية المصطنعة، أتكلم عن المنتجات الطبيعية. وهنا
يعني بذور الشوك وماء بذور الشوك وماء الجزر والشمندر الأحمر. بالنسبة لبذور الشوك أذكر أنه دائما عندما نريد تقديمها نأخذ القدر الكافي الذي يكفي لطيورنا يومان أو ثلاثة أيام، نطحنه يعني نصف طحنة ونضعه في معلف أو مأكلية ويبقى ثابتا بداخل القفص. بالنسبة للسلاكة يمكنك أن تضعه يوم أو يومان وتزيله وتهيئ يعني حصة أخرى لطيورك لتبقى هذه العادة لديك طوال فترة تربيتك للطيور، لأن الحسون في البرية يتناول محفزات الكبد ومسهلات يعني الهضم بالنسبة للأمعاء يعني بشكل يومي، بشكل يومي كل صباح تراه يعني يأخذ أعشاب يعني شوكية وهي محفزة للكبد، وتراه يأكل يعني بعض النباتات المسهلة للهضم. يعني هنا يجب أن نستفيد ونستخلص العبرة من حياة الحسون في البر. وسأعيد تنبيه الإخوة بضرورة تقديم النباتات البرية الخضراء الطازجة باستمرار، باستمرار، وعندما أقول باستمرار يعني لو تمكنت من إحضارها يوميا قدمها يوميا ولا تخف على طيورك أبدا. واعلم أنك كلما قدمتها لطيورك إلا وقد تقدمت خطوة إلى الأمام في التجهيز. هكذا متى تصل الطيور إلى تمام التجهيز والدخول في التزاوج بكل أريحية وبكل سلامة. تبقى بعض العوامل وسألخصها لك هنا، يعني اجتهادك أنت بالصبر والنظافة والانضباط التام في تقديم برنامجك لطيورك، فكل يوم لك عمل يجب القيام به وهو خطوة إلى الأمام. واعلم أنك إذا لم تقم بذلك العمل فإنك تأخرت خطوة إلى الوراء. هذه قاعدة ويجب التركيز عليها. من بين النصائح التي لن أنسى ذكرها وهي عند محاولة إحضارك النباتات البرية يعني من البر، ضروري الحذر من النباتات التي تم رشوها بالمبيدات الفلاحية، المبيدات الحشرية، وكذلك الخص الذي يجب استعماله يجب غسله جيدا حتى لا يتأثر الحسون بتلك المواد الكيميائية التي توضع لهذه يعني النباتات سواء في الفلاحة أو النباتات الزراعية مثلا الخضروات كالخص، فهي تقدم لها يعني مبيدات حشرية وهي تكون خطيرة على الحسون. ولن أنسى يعني النصيحة الذهبية وهي عندما نتكلم عن الطبيعة فالحسون ينام عند غروب الشمس ويستفيق عند بزوغها. هذه القاعدة يجب العمل بها والتركيز عليها جيدا لأنها هي المفتاح، فنفسيا الحسون يكون مرتاح يعني بدنيا ويزيد من ارتياحه بنومه، يعني يصل سريعا إلى درجة الجهوزية التامة. إلى هنا يعني نكون قد وضعنا يعني الخطوط العريضة للدرس وشرحناها ووضعنا يعني الملاحظات التي يجب التنبيه إليها، ولا يسعني الآن إلا أن أطلب من الجميع الدعاء للأب والعم والأستاذ أبو غسان بالشفاء العاجل ولجميع مرضى المسلمين والمسلمات. كان الله في عوننا جميعا، وأنا موجود معكم وبانتظار أسئلتكم واستفساراتكم، وشكرا جزيلا.